كلمات أخيرة ليه الناس تروح تتصالح؟ الناس اللي عليها قضايا، الناس اللي بيحصل لها ابتزاز، يعني بيكلمني ناس من مناطق راقية، محلات بيقولوا لي بيجي لنا فلان بياخد مننا 5000 و10000 في الشهر، ده أحسن له يتصالح، وأحسن إن الفلوس دي تدخل جيب الدولة، لأنه في 39% من اللي هندفعه هيروح للمرافق في منطقة. ده سؤالي الأخير، الفلوس دي هتروح فين؟ 99% منها هتروح لجهة الإدارة، يعني للحي أو للمكان اللي فيه العقار، و3% هيروح للجهات اللي بتقيم، والباقي هيروح لخزانة الدولة.